دايما رشا العيد له بهجته بالثياب الجديده والالوان الحلوه، واكيد هذا الشيء ما بيكمل اطلالتنا الا بالاكسسوارات الحلوه، الاكسسوارات اللي بتناسبنا اليوم. قد ايه مهم هي الاكسسوارات اليوم لتحلي اليوم اطلالتنا؟ يمكن انت من اكثر الاشخاص بيحبوا الاكسسوار. نسياني اليوم حلقك، نسياني حلقي ضايعه بدونه. قد ايه مهم اليوم الاكسسوارات وقد ايه بتعطي شكل حلو؟ اكيد اليوم ونحن عم تقولي عيد ونحن باجواء العيد تلاقي قطعة الاكسسوار شو قد ما كانت تقيلة او خفيفة فهي بتكمل اليوم الستايل، بتكمل لوك الصبية. والصبايا اليوم بيحبوا هاي القصص. احنا اليوم كمان يعني عم نحكي موضة، عم نحكي زينة عيد، وعم نحكي ايضا مشاريع متوسطة وصغيرة كانت مردود للناس. وفي ناس كتير انتقلت من تصميم الازياء خلينا نقول لتصميم الاكسسوار. رح نروح هيك لنحكي مع ضيفتنا، نحكي عن تجربتها لليوم واهم القطع المطلوبة على عيد الأضحى. وضيفتنا لليوم هي السيدة أمورة ملاعب، مصممة اكسسوارات. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. كل عام وانتم بخير كمان. يسعد لي صباحك. يسعد صباحك قلبي. انت بألف خير ان شاء الله، تكون سنة خير للجميع يا عمي. اهلا وسهلا فيك. أهل بداية يعني خبرينا اكثر الاكسسوارات اليوم، نحن بنعرف ممكن تفرق اهميتها او اطلالاتها ان كانت بالصيف او بالشتي او ان كان بالاعياد او بالايام العادية، ولكن اليوم بالعيد وبفصل الصيف خلينا نتعرف من حضرتك شو هي الاكسسوارات الدارجة. هلا بشكل عام كل شيء دارج، ما عاد في شيء بطل، بالعكس صارت الموديلات القديمه عم ترجع من اول وجديد. هلا بالنسبه لي انا الشغل اللي بشتغله هاند ميد واعاده تدوير، بحس انه عم يطلبوا شغلات من 3 سنين انا عاملتها. بس بالاكثر الالوان الفيروز دارجه كثير كثير، نوعا ما حجار الكريمه، شبه كريمه طبعا مو كريمه كامله. عم تنعمل اكسسوارات طوق، سواره، حلق، من هالقصص هي. ومثل ما قلتي يا تفضلتي انه ما بيكمل الا بالاكسسوارات. شو ما كنا لابسين، شغله ناعمه بتزين جمالنا وبتزهره. خاصة إذا كنتي بتعلق، أحيانا بتتعلقي بقطعة اكسسوار عندك قد ما شفتي بترجعي برجع لإلها، أو لون. يعني أنا شو ما شفت ترجع بلاقي حالي جايبة الفيروزي. عن جد الفيروزي بشكل عام ما بيبطل اللون. حلو، بس إنه أنا بحاول بدل بغير موديل بس نفس اللون. غير الموديل بس نفس اللون. طيب خلينا نروح معك هيك لهيئة التجربة الجميلة، نستعرض معك شوية قطع ونحكي اليوم عن تجربتك بهذا العالم وكيف بلشتي. هلا بصراحه صارت كلياتها شغله صدفه بصدفه. حضرتك انت قبل شو شغلك؟ لا ما كنت اعمل اي شيء ولا شيء، بس فجاه هيك رحت حضرت معرض وشفت اكسسوارات عجبتني، بلشت اشتغل على هذا النمط. هلا مثل هي القطعه اللي بايدك هي اعاده تدوير. اعاده تدوير. اعاده تدوير. هي من عباره من الورق. ماما ورق؟ ورق. حلو. بس بتمسكيها تفكريها خشب، ما هي ورق. صح، يعني هي صلبة بتنغسل بالماء عادي، ما في أي مشكلة عندك. طيب اليوم عم نشوف تصاميم عديدة وأشكال عديدة من الإكسسوارات من صنع حضرتك، خبرينا أكثر اليوم من وين بتستوحي هي التصاميم؟ هل أنت اليوم بتتابعي على اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي بتشوفي أي شيء، أو بتشوفي من شغل حدا تاني ممكن تاخدي من ذوقه، أو ممكن تسمعي من أي شخص يعطيكي أفكار حلوة؟ خبرينا أكثر اليوم عن تشتغل. بصراحة لا، أكثر شيء على اليوتيوب. بشوف افكار حلو، بحاول اطبق شبيه لها، اكيد ما بتطلع نفس الشيء يعني مو 100%، لكن لو عطيتها انا مني شوي ومن الفكره شوي بنطالع القطعه. خلينا هيك نستعرض معك شغلك ست اموره. يعني هلا هي القطعه اكيد مو عاج، لا بلا ثياب هايدي، بس ما بلبسها لانه انت يعني كنستا بتحسيها ما بدها اكسسوار. لا طبعا. هلا هي اكيد مو عاج الصناعي. حلو. بس حبيت هالفكر، كانوا هدول القطع عندي حبيت طبقهم طوق واسواره. حلو. وممكن حلق يعني، بس الاكثر شيء يعني بيستهلكوا الطوق والاسواره. نحكي كمان هون على اللون كمان الفيروزي. هلا هيدا فيروزي مع الذهب، ما انه هلا كثير دارج الذهبي، بس انا قلت ما بحب اشتغل على سناسل الذهبي. هلا اذا تفضلتي شفتي هيدا من الخيط المطاط. تمام. مطاط ذهبي اكيد ما بيروح لونه، ما بينتزع. وهلا كثير ناس عم بتقول لك بالصيف انا بتحسس من الاكسسوارز. صحيح. حبيت اعمله مطاط ما يكون سنسال. متين المطاط. متين وحتى الاساور نفس الشيء.
كمان عم بصير طوق سواره حلق، مع انه مو مبينين مطاط يعني. لا لا ما مبينوا، بتفكرون سنسال كثار بيجي لعندي على المعرض بفكروا انه سنسال، ما يفكروا مطاط. صحيح. طيب خلينا نروح ايضا لهدول القطع، وكمان والله حلوين اليوم يعني. انا هلا هدول خواتم نحاس نجي للون نحاس طبيعي، نجي للون الفيروز اللي انا بحبه. ايوه شوفي شو طبعا هذا نحاس طبيعي وكثير لونه غريب. يعني نحاس طبيعي احمر، كانه فيهم لمعه. اي فيهم. قد ايه دارجين هدول اليوم؟ هلا اي طبعا. وقد ايه مطلوبين من الصبايا؟ هلا أزواق يعني ما فينا نقول مطلوبين، لا فينا نقول مو مطلوبين، يعني هي على حسب رغبه الشخص طبعا. ما بتفكري يعني انا عم حاول البسه طلع صغير. طلع صغير على ايدي. يعني نحن عم نشوف انه عم يجوا مانن مسكرين مشان الياسات الصبيه. هلا بصراحه هدول شغل بنتي تشتغل منهم. برافو. على ايدها ياس ايدها. عاملي على ايدها. هي ياسات ايدها، بس حبيت غير النمط يلي على غير النمط يلي بجيب منه على طول، حبيت جيب القطعه النحاس هدول للمطعم. طيب خلينا نحكي اليوم عن الموضوع التسويقي، وهو موضوع جدا مهم لحضرتك ولكل الاشخاص اللي عندهم مشروعهم الخاص بتسوقي انترنت، وبعدين هيك خلينا نروح شوي للبازارات. هلا انترنت قليل جدا، بيجيني طلبات بس قليله بالاخص على المحافظات. هلا انا بعثت على فرنسا مثلا، على المانيا، على الاردن. حلو. كان في ناس تطلب كميات للتسويق تاخذها. هلا بشتغل معارض اكثر شيء، مهرجانات. التسويق جيد جدا. مهرجانات دوما يعني تقريبا طول الشهر. هذا الشيء كثير منيح، يمكن فرصة لكم لتعرفوا. هي تسويقنا يعني، التسويق هذا هو عندنا نحن. ولأنه شغلة البازارات تتعرفوا يعني شوي على موديلات جديدة، تشوفوا الناس شو بتحب أكثر، شو طبعا هلا كل منطقة وكل مكان له ناس بتطلب شيء معين، صرنا نعرف نمط. مثلا نحن بالمعارض بنطلع على المحافظات، كل محافظة بتعرفي انه هذا ستايل المحافظة الفلانية، هذا ستايل المحافظة الفلانية، كل بلد بتلاقي لها بتختار بشغلة معينة. أكيد. ايه تمام. تمام سيدة أمورة، اليوم خلينا نكون واقعيين، كل الصبايا يمكن بتلجأ أغلبيتها للإكسسوارات الهاند ميد، يعني بديلة عن الذهب اليوم بسبب تمام. الأسعار تمام. ولكن أكيد. اليوم لما بتجيب هي القطعة من الإكسسوارات بتلاقيها أنه فورا حل لونها أو انتزعت القطعة عندها، خبرينا كيف اليوم طريقة الحفاظ على إكسسواراتنا. هلا بصراحة ما في شيء مضمون 100%، وإذا بدنا نجيب مضمون 100% أسعار بتبقى غالية، ما هي بمتناول اليد. بس هلا إذا بدنا نحافظ عليها، الناس بتحط لها مينيكير شفاف إنه بحافظ على القطعة أكثر، هو أكثر شيء بيضر العطر ومية الكلور لأي قطعة بدنا نلبسها، كأنه فضي ولا ذهبي. حتى اليوم عم نشوف اليوم الحجر ايضا بموضوع الاكسسوار الايد، يعني يوم بحاول مطبقه هيك طقم اسواره وخاتم، ممكن حلق، ممكن حلق. الصبايا كثير عم تحب هاي القصص يعني، وعم تلاقيها عمليه اكثر يعني. تمام عمليه بنفس الوقت ما بيروح لون، واذا تصليحها كثير سهل، كثير سهل تصليحها. اي تمام. طيب اليوم خلينا هيك نروح لاي حدا حابب يبلش هذا المشروع، يعني كيف المفروض يبلش بطاقة حلوة، يتجاوز أي صعوبة ممكن تعترض طريقه؟ هلا شغلة الإكسسوار أسهل من السهل إذا الواحد حابب هذا الموضوع. بس بده يعطيه من روحه لحتى تطلع القطعة الناجحة معه 100%. اليوم مشاريع الاكسسوار كثيرة موجودة على أرض الواقع، إن كان من قبل السيدات أو الصبايا عم يجأوا لهي المشاريع، عم تكون مربحة أكيد لإلهم، وأكيد عم يبذلوا من خلالها أنه يظهروا الأذواق أكيد اللي بتناسب كل الصبايا. اليوم مشروعك شو اللي بيميزه عن باقي المشاريع؟ قد إيه بتسعي اليوم أنت لحتى تتفردي بقطعك؟ لا أتفرد بقطعي هي الشغلة، أنه أنا اللي بشتغلها. كل الناس بتشتغل اكسسوار، بس صحيح. سبحان الله كل واحد له لمسة او بصمة لقطعه. انا اللي بختار شغلي، انه حضرتك لما بتجي لعندي انت بتختاري القطعة اللي انا بدي اعمل لك اياها، او بتختاري الموديل، او ممكن تجيبي لي صورة من اليوتيوب مثلا تفرجيني عليها انه هذا الموديل انا بدي اياه وطبق لك اياه. هذا اللي متميز بشغلي يعني، هم متناول بيد الجميع.
انت بتختار القطعه مو القطعه بتختارك. صحيح. ودائما هذا المشروع هو مشروع خلينا نقول طويل الامد، ودائما في تحديثات، في تحديثات قادره تحتي قادره تطوري قادره تعلمي. اليوم نحن بنتمنى لك لهذا المشروع كل النجاح، حبيبه قلبي كل الذوق، يكون هيك جمال بحياتك مثل ما اضفتي الجمال لصباحنا لليوم. حبيبه قلبي شكرا لك ست اموره لحضورك، وايضا اضحى مبارك عليكم. اضحى مبارك على الجميع، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك ولذوقك الحلو، اكيد بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق بمشروعك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم، تشرفت فيكم. ميت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.